شباب كوريا تلعب كرة مقاومة داخل منطقة الجزاء والمنتخب الكوري يسجل. المنتخب الكوري فاجئ اليونان عن طريق المدافع لي شونغ سو يتمكن من مغالطة المنتخب اليوناني. كوريا تتقدم على اليونان 1-0 والمدافع لي شونغ سو مدافع فريق كاشيما الياباني يسجل أول هدف كوريا في هذا المونديال والهدف الثالث له مع منتخب كوريا الجنوبية. النتيجة تغيرت، كوريا تتفوق تتقدم على اليونان 1-0 وسط باتة وسط غفلة من دفاع اليونان. قلنا بأن منتخب اليونان يراهن على الكرات الثابتة لكن الكرات الثابتة أعلنت عن تفوق للمنتخب الكوري بأمطار لي تشونغ سو. كوريا تفاجئ اليونان، هل بإمكان المنتخب اليوناني